السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه موقع خمسات، تقدر تبيع الخدمات بتاعتك أو تشتري خدمات حد تاني. ممكن تكون أنت مثلا صاحب شركة وعايز تعمل بعض العلامات الحسابية، فبدل ما تعين محاسب ممكن من خلال الموقع ده تعين محاسب للمهمة دي بس، أو عايز تصميم معين فبدل ما تعين، لأ أنت ممكن توظف حد أو تأجر حد يعمل لك الخدمة دي. فأنت مجرد إن أنت تشوف الخدمات وتقدر إن أنت تشوف إيه الخدمة اللي أنت عايزها. يعني مثلا عندك مشروع عايز تعمل دراسة جدوى، فبتبدأ تشوف الأسعار بتبدأ من $5، لكن ممكن تكون في خدمات تانية أغلى من كده بكتير حسب ما أنت بتقيم الشغل بتاعك. يعني أغلبها بيكون 5، لكن في 25، في 30 وهكذا. فأنت ممكن لو عندك إمكانيات أو قدرات أو في حاجة تقدر تعملها، تعمل نفسك حساب إن أنت عند صاحب مهنة أو صاحب حرفة أو صاحب معرفة، فتقدر أنت مثلا تعمل تصميمات، تقول لأخوانا اللي عايز يعمل مثلا تصميم كذا. يعني قبل كده مثلا كان حصل مشكله في الموقع بتاعي وعايز حد يحل لي المشكله، متخصص في الحاجات دي، فدورت في حد قال انا ممكن اقدر احل لك المشكله ديت وبمقابل كذا. ممكن تكون عندك حاجات عايز تترجمها بروفيشنال، ترجمه احترافيه، فيدو حد يترجمها لك. تمام، فالموقع سهل جدا، بتعرض خدماتك وتشوف مين اللي عايز الخدمات ديت او حد تاني هو اللي يعمل خدمات، والموقع بيكون وسيط بينكم بحيث ان انت تتاكد ان الفلوس هتوصل. طيب الموقع برضو بالمناسبه هو موقع تابع لحاسوب، وحاسوب عنده مثلا اداه اسمها انا لاداره المشاريع، مستقل عشان اكبر منصه عمل حر في العمل الحر العالم العربي. لو انت عايز تبقى عندك مثلا تشتغل مع حد فريلانسر، فموقع حر ده بيعملها لك. وفي بكاليكا، ده لو انت عايز تشتري او تبيع قوالب ومنتجات رقميه. فانت ممكن تبدا تشوف ايه الخدمات اللي انت عايزها.